الله عز وجل قادر على شيئين، قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، يبارك بالآلة الحاسبة فيها ذاكرة، فيها زائد، ناقص، تقسيم، جمع، ضرب، بس ما فيها زر بركة. عند الله في بركة. والله معي مئات القصص الواقعية بدخل معقول محدود، الله عز وجل أودع في هذا الدخل البركة، إنه المال حلال، وأيام بدخل فلكي ينزع الله منه البركة، حادث يقول لك كلف. والله قال لي أخ، قال لي ابني استأجر سيارة وعمل فيها حادث غالية كثير، قال لي 800,000 تصليحة، دقائق 800,000. أحيانا اشتباه بالتهاب سحايا يقول لك كلفتني 70,000. طبعا كما أن الله قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، قادر على أن يتلف مالك الكثير، قادر على أن يتلف مالك الكثير. لذلك حينما تتحرى الحلال تأتي البركة من الله عز وجل. ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل تقدم به للأمة خبرات. فلذلك حرفة الإنسان، دققوا، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة. أخي الإعلان رائج جداً، تمام، هل تستطيع أن ترد طلباً لإعلان فيه امرأة شبه عارية؟ ما بقدر. إذا ما بتقدر دعك من هذا العمل. أخي دار نشر، دار النشر إذا نشرت كتاباً فيه ضلالات، لو تبت مليون توبة الكتاب لم يتوب، بيع لأنه. والله يا أخوان لأن يرتكب الإنسان الكبائر أهون من أن يكون صاحب دار نشر ينشر كتب فيها ضلالات. الكتب الضالة تطبع منها الآن عشرات الطبعات، مريحة لأنه هلا مطبعة تطبع كل شيء، قصص فاضحة، أدب مكشوف، كتاب ضلالات، كتاب فيه إلحاد. أنا ما لي علاقة، لك علاقة، أنت السبب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قبل أن تختار دار نشر انتبه، هل أنت متأكد أنك لن تنشر إلا كتاباً فيه الحق؟ قبل أن تختار أعمال لا تعد ولا تحصى فيها معاصي وآثام. أخي مطعم صغير جيد، أسأل لي مستوى رفيع جداً، 5 نجوم ما شاء الله، وين؟ لي والله بأرقى أحياء دمشق والإضاءة خافتة، مين شابك وحدة بيجي لعنده؟ الله يعطيك العافية على الشغل. عملت المطعم وكر للقاءات غير المشروعة، أليس كذلك؟ أنا صريح معكم، ولعلي يكون كلامي محرج، ابحث عن عمل لا شبهة فيه، لا شائبة فيه.